مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. في زمن سياسي هذا المساء نعود لموضوع تدبير المدن، وتحديدا الحوار الجاري حول سياسة المدينة. قبل أيام قدم وزير السكنة والتعمير وسياسة المدينة الأستاذ نبيل بن عبد الله أرضية هذا الحوار أمام اللجنة الداخلية بمجلس المستشارين. قبل ذلك احتضنت العديد من الجهات ورشات تشاورية بهذا الصدد. للأسف في خضم هذا الحوار الجاري حصلت فاجعة المدينة القديمة بالدار البيضاء، وهو ما أتى ليؤكد الحاجة لبلورة سياسة شمولية في موضوع المدينة. إذن هذا المساء نعود لمواكبة الحوار الجاري حول سياسة المدينة مشاركة الأستاذ توفيق بن علي مدير التعمير بوزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة، الأستاذ عبد القادر كعوى المفتش الجهوي لوزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة بالدار البيضاء الكبرى، ومعنا من استوديوهاتنا في أكادير الأستاذ عبد اللطيف أعمو رئيس المجلس الحضري لمدينة تيزنيت. الأستاذ أعمو أيضا هو مستشار برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية. ومعنا من تطوان الدكتور محمد بن عبود عن جمعية تطاون أسمير. إذن نستضيف مدن الدار البيضاء تطوان تيزنيت بعد أن استضفنا في نفس الموضوع أي مواكبة الحوار الجاري مدن مراكش طنجة أكادير ومكنس. للإشارة فقط، برنامج زمن السياسة يبث عادة مباشر هذه الحلقة استثناء مسجلة. الأستاذ توفيق بن علي مساء الخير. مساء الخير. في البداية واش يمكن تقربنا في نوصل للحوار الوطني حول سياسة المدينة؟ شكرا في البداية على استضافة وزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة في هذا البرنامج الإذاعي. السؤال ديالكم كيهدف بالأساس إلى تنوير الرأي العام فين وصل الحوار اللي بدأ من نهاية ديال شهر مارس، وكانوا فيه ثلاثة ديال الحلقات مهمة، حوارات على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات المهنية والأحزاب السياسية وكذلك الهيئات المحدثة، الهيئة التشريعية المحدثة، وكانت هناك كذلك حوارات جهوية انطلقت في الشهر ديال ابريل عبر مختلف ربوع المملكه، 16 جهه المملكه. اليوم تعقدوا 6 المشاورات للورشات الجهويه، وغدا هناك ورشه جهويه بالداخل، هذا بالاضافه الى العديد من الورشات الاقليميه والندوات الفكريه. هناك بالاضافه الى هذا هناك الورشات المواطنه، هناك الموقع الخاص اللي ديال سياسه المدينه www.politiquedelaville.ma، بالاضافه الى مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك وعبر تويتر. اذا انتم جاهزين في اتجاه المناظرة الوطنية؟ نحن الآن تقريبا في 50% من المسلسل ديال الحوار تم القطع ديال الأشواط ديالو، واليوم إن شاء الله نحن في وضع اللمسات الأخيرة، الإطار والمرجعية الأساسية ديال سياسة المدينة اللي غادي نقدموها في اللقاء ديال 27 يونيو 2012 إن شاء الله. إذن هذا هو التاريخ المنتظر للمناظرة، 27 يونيو إن شاء الله. نعم. الأستاذ عبد القادر كعوى، طبعا من موقع الدار البيضاء، كيف كتتبع الحوار الوطني؟ أولا شكرا على الاستضافة. المدينة بالنسبة لوطننا هي تحدي المستقبل بالنسبة للمغرب، وكما أشرتم في البداية فالحوار الذي انطلق أو أطلقته الوزارة حول المدينة هو حوار جاء في وقته، إن لم أقل جاء كان يجب أن يتم في السابق، نظرا لكون المغرب اليوم أصبح مغربا للمدن. نعم. فأكثر بنسبة الساكنة حسب الإحصاء الأخير هي في المدن 55%، ولكنه ننتظر في أفق 2020 ثلثين الساكنة. قدمتوا 65% اليوم عدد نسبة عدد سكان المدن 65%. الحضرية الساكنة الحضرية 65% مرتقبل في 2020 ثلثين في المجال الحضري بشكل شمولي. نعم. يعني انه في افق 2030. نعم. ربما يصل عدد الساكنه المغربيه في المدينه 3/4 السكان. هذا الارقام 75%. اي 75%. هذه الارقام هي وحدها تشير الى التحديات. نعم اسمح لي، اليوم شحال هي النسبه بالضبط؟
اليوم النسبة اللي عندنا هي دي ما بين 60-65%. 60-65%. نعم. فنحن بالنسبة للدار البيضاء نظرا لخصوصيات الدار البيضاء ولحجمها ولوقعها ولوظائفها على الصعيد الوطني نتابع طبعا بكثافة، ليس فقط نتابع ولكن نحضر منتدى الدار البيضاء الذي هو مرتقب أن يلتئم يوم 13 يونيو. نعم. 2012 بمدينة الدار البيضاء حول سياسة المدينة وحول الإشكالات الكبرى الحضرية المطروحة على الحاضرة الوطنية. نعم. غادي تسمح لي ننتقل عند الأستاذ عبد اللطيف عمو. الأستاذ عمو. نعم سيدي. من موقع تيزنيت كيف كتتبعوا الحوار؟ أولا نريد أن أحييكم ونشكركم على اهتمام بهذا الموضوع الذي له أهمية قصوى، الذي كونه موضوع حديث وجديد ولكن لكونه موضوع يحمل تحدي كبير بالنسبة لترسيخ نظام التطور البلاد كما يتوقع هذا الدستور الحالي، والخصوص في ما يتعلق بقيام دولة لا ممركزة تعتمد الجهوية المتقدمة، بل سياسة المدينة إن ربما لا أقول وصل الوقت، ربما تأخر نسبيا، ولكن المغرب مستعد بكافة مكوناته أن يدخل في حوار عميق نحو التفكير في معنى المدينة وما معنى الحياة ولماذا وجد الإنسان وكذلك غاياته ومفاهيمه في بناء وهو يطمح إلى بناء مجتمع السلم ومجتمع التسامح ومجتمع الديمقراطية. هنا يظهر أهمية الحديث والتفكير في المدينة. فيما يتعلق من موقعنا نحن كجزء من التراب الوطني بمدينة تيزنيت كمدينة تنتمي يعني كتنمى بحال بقية المدن، هذا الموضوع طرح عندنا كمنتخب من مدينة منذ زمان، فقطعنا أشواطا كبيرة ابتداء من المجهود الذي بذلت المدينة في مجال التعمير. مدينتنا لا تعرف مدن صفيحة على الإطلاق، ونسبة ظهور وفاة بناء العشوائي نكون أن نكون من مدن القلائل التي لا يتواجد فيها هذا البناء بالشكل المهول. كذلك مدينتنا دخلت في وضع سياسة لمحل الحوار والتشاور فيما يتعلق بترسيخ قيم التعايش والتعاون والتشارك داخل المجتمع، ولهذا نحن أول مدينة صدقت على ميثاق المدينة المربية وأعلنت على نفسها الالتزام بأن تكون مربية. غادي يكون عندنا الوقت اللي نطلع على تجربتكم طبعا على بالنسبة لتيزنيت الأستاذ عبد الطيف عمو. غادي ننتقلوا لتطوان مع الدكتور محمد بن عبود. أستاذ بن عبود طبعا انتم اهلا وسهلا. طبعا انتم جمعية مرحبا. اهلا وسهلا. نعم. طبعا انتم جمعية طبعا اللي كتشتغل على هذا الموضوع هذا، كيف كتتبعوا ايضا انتم هذا الحوار؟ نعم، انا اعتقد بان المشكل هو المشكل ضد التدخل وضد التنظيم ضد الاداره، يعني اكثر منه الحوار. حنايا في الجمعيه تاون اسمير يعني هذه اكثر من 10 سنين وحنا كنهتموا بالمدينه العتيقه، عندنا مجموعه كبيره من التآلف بالعربيه والفرنسيه والاسبانيه حول المدينه العتيقه، ونضم العشرات ديال الندوات وعارفين شنو المشكل وكنقوموا بالدور ديال التحسيس. كاين واحد التحول جذري اللي وقع في يعني ديسمبر الماضي وهو الزياره الملكيه لمدينه تطوان العتيقه، هذه كانت مهمه جدا وانطلاقه مجموعه من المشاريع لاعاده يعني الاعتبار لمدينه تطوان العتيقه اللي المبلغ المالي ديالو 315.5 مليون درهم. يعني هذا غادي يكون في التجديد الجامع يعني شبكات المدينة العتيقة، لا الصرف الصحي ولا الماء ولا الماء التقليدي اللي كنسميوه السكندو ولا الكهرباء ولا الهاتف، كاين الترصيف، كاين الواجهات، كاين يعني واحد مجموعة المشاريع، كاين واحد مجموعة المشاريع التي أنجزت. المشكل في الحقيقة
وخصنا نتكلموا بكل صراحة، هو أن الجهات اللي مسؤولة لا تعتبر المدن العاتقة ضمن الأولويات. هذا مشكل على المستوى الوطني، ولذلك المدن العاتقة في جميع المدن المغربية كعرفت واحد التدهور كبير. إذن كخص واحد إعادة الاعتبار من هذه المدن، واحد البرنامج، واحد التصور الذي يتفق عليه الجميع، كخص الميزانيات الكافية. ولكن أكثر من الميزانيات المشكل الكبير هو التدبير، سوء التدبير الجهات المعنية. فمثلا هذا التراكم المشاكل هو اللي جعل الوضعية معقدة درجة اللي وصلنا لها. فمثلا يعني كنعتقد أن كخص واحد الإصلاح الإداري في جميع المؤسسات الوطنية والمحلية والجهوية المعنية بالمدن العاتقة، لأن باش نتغلبوا على هذا المشكل كخص أولا واحد التصور موحد، ثانيا كخص التنسيق بين الأطراف اللي معنية بين المؤسسات المحلية والوطنية. كاين التنسيق بعض مرات مثلا داخل الجامعة الحضرية ما بين الأقسام والمصالح اللي مرتبطة بالمدينة العتيقة، ما كاينش التنسيق بيناتهم. كاين عدم اعتبار الاقتراحات ديال المجتمع المدني، رغم أن احنا عندنا يعني أكثر من 15 سنة التجربة في المدينة العتيقة، يعني كاين واحد النظرة معينة، ولكن الآن بدأت كتغير هذه المسألة هذه، ولكن ماشي كافية. احنا عندنا واحد الحظ هو أن مباشرة بعد الزيارة الملكية دوجنبر يعني السنة الماضية، عندنا يعني واحد برنامج اللي كينسقه الوالد سيتوان سي محمد اليعقوبي، فنضمن واحد المجموعة لجان متخصصة بحال لجنة الأولويات. نعم. لجنة يعني الإشراف على المدينة العتيقة. إذن أستاذ بن عبود، وشرعنا يعني في العمل، ولكن المشكل هو أن الإدارة المعنية مدينة سمعوا التجاوب الكافي، حتى الوزارات يعني السكنة والتعمير ما عندها شي واحد السياسة فعلية للتدخل. احنا ما الحوار، وكان احنا فاهمين انشرنا عدة دراسات وكتب وندوات، كخصنا الإدارة تتعامل مع الواقع وتسمع عن السكان والمجتمع المدني، لأن هذا التراث هو جزء من الهوية ديالنا وما يمكنناش نهمله لا في تطوان ولا في جميع المدن المغربية. طبعا إذا الأستاذ بن علي، غادي يكون مدخلنا الآن هو هاد المدينة العتيقة، ما جرى في الدار البيضاء، هاد الفاجعة طبعا واللي أثارت نقاش لا يزال متواصل، وما تفضل به الدكتور بن عبود بالنسبة مثلا نموذج مدينة تطوان. الدار البيضاء أيضا يمكن الأستاذ علي ويتكلم أيضا فيها برنامج بالنسبة للمدينة القديمة. تفضل أستاذ بن علي. شكرا. في البداية أود أن أشكر الضيوف اللي معنا في هذا البرنامج الإذاعي على التدخلات ديالهم، وكان بغي نشير كذلك بأنه المغرب كما كتعرفوا هو بلد له تاريخ كبير وتاريخ غني، وبأنه بلد يزخر بالعديد من المدن العتيقة وبقصبات وقصور يشهد لها الجميع، وكذلك له مواقع تم ترتيبها من طرف الهيئات والمنظمات الدولية. وكذلك المغرب كما تعرفون هو بلد يتوفر على شبكة حضرية مهمة، هذه الشبكة الحضرية لا تتوفر عليها العديد من الدول التي تعرف مثلا مبدأ. أستاذ بن علي، عندكم فكرة على حجم المدينة القديمة وما تمثله على مستوى الساكنة مثلا بالنسبة للشبكة الحضرية؟ وإلا خدينا الساكنة ديال المدن العتيقة مقارنة مع الساكنة ديال المدن ككل، فإن النسبة كتبقى ضعيفة، لأنه التوسع العمراني خارج الأسوار هو توسع كبير، والمدن الكبرى المغربية عرفت توسعا لا متناهيا خارج الأسوار، وبالتالي هذه النسب تبقى ضئيلة. فالمساحة ديال العديد ديال المدن العتيقة لا تتجاوز 28 هكتار، 30 هكتار، 15 هكتار، يعني المدن العتيقة عندها مساحات محدودة، وأكيد كتعرف كثافة سكنية، ولكن ربما هذا هو المشكل، ربما المشكل هو هذه الكثافة. الإشكالية ديال المدن العتيقة فيها إشكاليات متعددة، أولا لأن المدن العتيقة كانت فضاءات للعيش، ومن بعد التطور العمراني والتطور في المستوى ديال العيش الساكنة الأصلية ديالها خرجت خارج الأسوار، وهذيك المنازل اللي كانت في المدن العتيقة أصبحت تعرف على واحد العملية ديال الكراء، والعمليات المتتالية ديال الكراء، وفي ظل هذا القانون اللي تيربط الكاري بالمكتري واللي ماشي واضح وخصو إعادة النظر، وبالتالي هذه الأمور طورت وبدأت المباني كتتدهور.
وكذلك هاد المباني كما كتعرفوا بالطبيعه التقنيه ديال البناء ديالها خصها واحد الصيانه، وهاد الصيانه راه صيانه سنويه خصها، وبالفعل ديال هاد الاكتراء العمليه ديال الاكتراء الاولى الثانيه الثالثه وبالكثافه اللي كتعرفها هاد الصيانه ما بقاتش. نعم. وبالتالي المدن المغربيه المدن العتيقه المغربيه تعرف انتشار كبير للمدن المهدده بالانهيار، وهذه المدن وهذه الدور المهدده بالانهيار هي عمليه ديناميكيه. اليوم اذا كانت عندنا 300 حاله اللي محصيه فغدا بعد سقوط تهطل سقوط امطار قويه فهذه 300 يمكن ترجع 500. نعم. وإذا كانوا عندنا 200 دار في الحالة ثلاثة مرتبة في الحالة ثلاثة ديال الخطورة فبعد أمطار ديال 20 ملم يمكن يوليو عندنا في هذيك 100 حالة ولا 200 حالة ترجع في الحالة باء ولا في الحالة ألف، يعني الخطيرة جدا. وكذلك هنا لابد أن نشير بأنه هادو عقارات ديال الخواص. نعم. هادو أملاك خاصة، وبالتالي خص الخواص تكون عندهم كذلك الرغبة والغيرة على أنه يصونوا هذا المباني ديالهم. ربما مع علاقات الكرائية المعقدة كتعقد المسألة. أكيد، علاش قلت قبلت بأن حتى القانون ديال اللي كيربط الكري بالمكتري الحالي لا كيوفرش واحد الوسيلة لأنه يمكن تمكن من صيانة المدينة وتمكن من الضمان ديال الحقوق لا ديال الكري لا ديال المكتري. نعم. نسمع الأستاذ عبد القادر كعواد. طبعا أنت مسؤول اليوم، ولكن قبل هذا أنت صاحب مسار لامع في الجغرافيا الحضارية. نموذج الدار البيضاء أو غيرها من النماذج بالنسبة للمدينة العتيقة بالنسبة لك؟ بالفعل كما أشار الأخ توفيق، فالمدينة العتيقة بالنسبة للمغرب هي أولا تراث، هي تاريخ، هي تشكل قلب المدن سواء في الدار البيضاء أو في غيرها، وهي كذلك لها أهمية اقتصادية ولها أهمية اجتماعية ولها يمكن أن يكون لها إشعاع على المستوى الدولي في ما يتعلق بتاريخنا يعني معالمنا إلى آخره. هذه التروى لأنه يتعلق الأمر بتروى حضرية وتاريخية، بفعل المعطيات والعوامل التي أشار إليها الأخ توفيق، وأركز على بعضها. مسألة التقادم بالنسبة للأنسجة، ومسألة ضعف الصيانة لأنه تغيرات في الملكية أو في الاحتلال، نظرا لهذه القضية ديال الكراء ونصف الكراء وتداخل الأساليب لاستغلال هذه المساكين، لأنها تستغل في معظم الحالات من طرف ساكنة فقيرة. نعم. بفعل الهجرة، بفعل التحولات التي تعرف المجتمع الحضاري في مدننا، هذه دينامية، فبالتالي الصيانة هي ضعيفة. إضافة إلى هذا، استجابة لهذه التوافدات تعرف هذه البنايات زيادات في الطوابق غالبا دون احترام ضوابط، معنى بناء عشوائي دون بناء احترام ضوابط السلامة وضوابط الجودة، وبالتالي ترتفع الكثافة. ومع مرور الوقت بدأنا نسجل مع مرور الوقت في هذه الأنسجة بنايات أصبحت مهددة بالتصدع، مهددة بالانهيار. ومع الأسف ما حدث في الدار البيضاء في الأسبوع الماضي، وهي فاجعة وطنية، ما حدث في الدار البيضاء هو نتيجة لهذا المسلسل ولعوامل أخرى. كما تعلمون مدينة العتيقة للدار البيضاء تحظى يعني عناية ملكية سامية، وتعرف برنامج لإعادة الهيكل منذ 2010 على الأقل، وهذا البرنامج هو شرع في إنجازه، شرعت يعني السلطات المسؤولة عليه في تنفيذه. هذا البرنامج يهدف إلى إعادة الهيكلة بشكل شمولي، يعني ما يهم الجوانب المرتبطة بالبنيات التحتية، ما يهم الجوانب المرتبطة بالتطهير، بالشبكات، بالإنارة إلى آخره، بترميم إلى آخره. ولكنه حدثت هذه يعني الفاجعة اللي أثارت اليوم هذا الموضوع بقوة وبحدة. نعم.
وبحدة، ليس فقط في الدار البيضاء ولكن على الصعيد الوطني ككل. فاليوم أو منذ يعني ما وقع الحدث، هناك عمل متواصل على الصعيد المحلي لإحصاء وتدقيق والتعرف عن قرب على هذه البنايات المتهلكة. بنايات المتهلكة، هناك معرفة لهذه البنايات، يعني أنه هذا الموضوع معروف، هذا الموضوع معروف منذ سنوات، يحتاج ربما إلى تدقيق في الإحصاء. تقديرات شحال هي تقريبا؟ التقديرات الأولية، إحنا عندنا في الدار البيضاء عندنا يعني مجالين أساسيين يركزان أعلى نسبة من المساكن أو من الأحياء، التي بها مساكن يمكن أن تكون مهددة بخطر الانهيار، وهي في المدينة القديمة عملت أنفاق، مقاطعة أنفاق، وفي المقاطعات ديال الفداء درب السلطان. معنى درب السلطان. درب السلطان. ونتحدث على ما بين 3000 إلى 4000 بناية. بناية. ها. معنى في كل بناية عدد كل ديال الأسر. بناية هناك عدد أسر. بناية اللي هي إذن إلى خدينا 3 ديال الأسر كمعدل أو 4، رحنا غادي نصبحوا في واحد. نحن عندنا 100 إلى يعني 100,000 نسمة، 100,000 أسرة، كنتحدث على 100,000 أسرة تقريبا في السكن اللي هو متقادم، تحدث عن السكن المتقادم، ولكنه بالنسبة لهذه الظاهرة هذه 3000 تقريبا 20,000، ما بين 20,000 و30,000 نسمة اللي كانت تكون في هذه حجم مدينة صغيرة. إذا هذا الموضوع ديال السكن المتقدم، الفيتيست، المهدد في جزء مهم منه بالتقادم بالانهيار، هو اليوم يجب أن يصبح أولوية الأولويات. وأعتقد على أنه على مستوى المسؤولين ومسؤول الحكومة هذا الشيء أصبح الآن هو المعطاء. ولا شك أن ضمن ما يتطلب هذا يتطلب غلاف مالي، يتطلب ترسانة متكاملة، يتطلب أولا إطارا للتدخل واضح يحدد المسؤوليات، يحدد المهام، لأن هذا القطاع كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات، كل القطاعات الاجتماعية في السكن مثلا يتدخل فيه عدد كبير من المتدخلين، كل في ما يخصه، وغالبا هذا التعدد المتدخلين يكون أيضا عنصر من عناصر يعني صعوبة في المنتخبين، السلطة المحلية، أنتم السكنة والتعمير، وزارة الداخلية، والمجتمع المدني، الساكنة. تحدث الأخ توفيق قبل قليل على ساكنة وعلى مالكي هذه العقارات، والذين لا يقومون غالبا بدورهم في الصيانة، وفي لأن هناك كراس ومكرائية بسيطة، يعني كاين واقع. إذن كيخص مقاربة شمولية، تخص هذه المقاربة الشمولية فيها الجانب كما قلت لك القانوني الذي يحدد أشكال التدخل ويحدد المسؤوليات، جانبا لا بد من أداة لتمويل للدعم، أقول للدعم دعم، لأنه هناك ضرورات للدعم للتدخل الاستعجالي على الأقل. نعم. اليوم نحن بالدار البيضاء عندنا تدخلات استعجالية. نعم. يجب أن تحدث. وثالثا نحن نظن، وهذا كذلك فيه نقاش، وهناك فيه نوع من الالتقاء بين كل جل الفاعلين، وهو ضرورة خلق أداة وطنية وجهوية للتدخل في هذا النوع من السكن، لأن المسألة تتعلق بتجديد حضري. أداة معناه أداة مؤسساتية وكالة أو شيء التي يكون، لأنها التي ستساعد على جمع كل هذه التدخلات، مسألة القيادة، وخاصة أنه كما قلنا بلدنا أصبح بلد مدن، وجل عدد كبير من مدننا بأحياء تجاوزت 60 سنة و70 سنة فيها البنايات، أي نحن بصدد أنسجة تحتاج إلى تجديد. نعم. غينوفاسيون، تجديد. نعم. إلى إعادة هيكلة. غتسمح لي أن ننتقل لأكادير عند الأستاذ عبد اللطيف وعمو. الأستاذ وعمو. نعم سيدي. مدينة مثل تيزنيت عندها أيضا هذا المشكل؟
عندها، ولكن إلا سمحتي باش نحطوا النقاش في يعني في المجال اللي خصو يكون فيه، باش نستحضروا بأن هذا الجانب ديال تطور المدن يجب أن لا ننسى بأن المدن في المغرب إلى غاية الستينات بداية إلى غاية آخر حرب قد الاستعمار كانت مدن محسوبة على رؤوس الأصابع في المغرب، هي عواصم زيد عليها الثغور ديال الشواطئ، فيسكنها الأستقراطية التقليدية المغربية السلطوية الثقافية التجارية إلى آخره. هذه المدن عرفت نوعا من التهجير إلى الهوامش الذي يسمى بالمناطق الجديدة والمدن الجديدة اللي بناها الاستعمار آنذاك. فساكنة المغرب في 1936 خذوا معي الأرقام لا تتعدى ساكنة الحضارية لا تتعدى 20% في 1936، في تقلت هذه النسبة إلى 30% في 1960، أنتم ما شفتوا تقريبا كادوا نكون نسبة متحركة للتحضر على المستوى الديمغرافي، ثم انتقلت من 1960 حتى الآخر القرن الماضي إلى 54%، نحن الآن في 2003 نتوقع 60% ديال الماء الساكنة الحضرية. ماذا يعني هذا؟ أن المغرب خلال هذه المدة كلها من 1960 إلى 2005 بالضبط لم تكن هناك سياسة نهائية للمدن على الإطلاق. المغرب يتوفر على قانون ديال التعمير في 1952 في بعض الفصول غير كافي، امتد العمل به من 52 حتى 1992 40 سنة ويزيد. فهذا يفسر هذا انعدام سياسة المدن وانعدام سياسة تعمير متكاملة تراعي موقع الإنسان في هذا النمو، هو الذي أدى بنا إلى هذا الوضع اللي احنا الآن نعيشه. طيب هناك التفاتة في سنة 2005 لما انطلق الميثاق الجماعي الجديد إلى سياسة تأهيل المدن اللي لعبت دور كبير في العناية بالمدن، وما فيه جزء صغير من المدن العتيقة. الآن ما زلنا نسجل أن هناك أن المدن العتيقة لم تأخذ بما يكفي من العناية بها لأن الأمر تتعلق بالتراث، هذا صحيح، ولكن أظن أنه الآن من خلال ما نسميه بسياسة الحكومة سياسة المدينة المدن العتيقة لابد أن تأخذ موقعا كبيرا في هذا المجال. أستاذ عمو نعم سيدي غادي تسمح لي غادي نتوقفوا ثم نعود لنوصل. واخا سيدي مستمعينا الأعزاء نعيد الترحيب بكم في برنامج زمن السياسة. هذا المساء نوصل مواكبتنا للحوار الوطني حول سياسة المدينة بحضور الأساتذة الأستاذ توفيق بن علي مدير التعمير، الأستاذ عبد القادر كعيوة المفتش الجهوي لوزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة بالدار البيضاء الكبرى، الأستاذ عبد اللطيف عمو رئيس الجماعة الحضرية لتيزنيت ومستشار برلماني عن حزب التقدم الاشتراكية، والدكتور محمد بن عبود عن جمعية تطاون أسمير. الأستاذ عبد اللطيف عمو كنتي كتكلم على التأخر اللي حصل على المستوى التشريعي وغيره من أجل مواكبة التطور الحضاري اللي حصل. تماما تماما، نحن الآن في ما دون نتحدث عن الحوادث المتعلقة يعني بموضوع منازل الآيلة للسقوط، سألتني على مدينة تيزنيت، قلت لك بأن مدينة تيزنيت باعتبارها مدينة عتيقة في داخل أسوارها في المدينة القديمة حصينا في سنة 2008 375 منزل على وشك الانهيار. هاد الإحصاء تعطل الحكومة عن طريق وزارة التربية عن طريق وزارة التعمير، وإلى حد الآن لم يتم المبادرة إلى إنقاذ أي من هذه الدور الأهلة للسكان. فيها من سقط بالفعل والحمد لله تيتم هذا الشيء بعد ما تم الإجراءات لإفراغ ساكنتها ولم يسجل عندنا أي تضحية في هذا المجال، ولكن نعاني كما يعاني ساكنة مدن قديمة في المغرب من هذه المعضلة التي تجعلنا تؤرق بالنا وتجعلنا في خصوصا في أوقات الشتاء وأوقات التي يكون بعد الأمطار. هذا
يرجع سببه كما في جميع المدن إلى القدم بالدرجة الأولى، إلى الإهمال، وهذا التحول والترحال من مدينة من مكان إلى مكان بدون في غياب مخطط تعميري يتحكم في هذا. نلاحظ على أن الذي يتحكم في التعمير ما خلال السنوات من 1960 حتى 1000 حتى تقريبا هذه واحد سنتين ولا حتى الآن في بعض الأماكن، هو إرادة جماعة من المضاربين العقاريين، بحيث لا تتدخل الدولة إلا لمعالجة واقع الحال عن طريق مبادرة إعادة الهيكلة. فهذا النقص الحاصل في وجود وثائق التعمير من جهة، وعدم تحكم في بمقتضى مخططات مضبوطة في نمو التعمير، كيجعلنا أننا نستهلك ندور حول حلقة مفرغة. الآن في 2005 بدأت الدولة عن طريق دعم الوزارة النتيجة من وزارة الداخلية بدعم بعد المولود في إطار تجديد يعني النسيج الحضاري للمدن، فلم هذا البرنامج هذا قدم خطوات وكان إيجابيا في عدد كبير من أجزائه، ولكن كان كذلك مخطئا أو كان لم يكن متوفقا في عدد كبير من الجوانب، لا يمكن أن يؤدي إلى الحل على الإطلاق. كما أن الآن أمامنا هذه الحوادث اللي جعلنا نلتفت إلى المدن العتيقة، ما كان نش في الوقت الراهن ونحن بصدد وضع اللبنات الأساسية أو الوثائق المرجعية والقواعد الانطلاق لسياسة المدينة أن يعني أن نبادر إلى حل كل المشاكل. سياسة المدينة هي سياسات انطلقت في عدد كبير من الدول بصعوبات ربما أقوى من صعوبات لعنا، ولكن هي سياسة التعمير، هي سياسة المجال، هي سياسة البيئة، سياسة في اختيار نمط العيش، وهذا تتحكم فيها وتجد فيه الجماعات المحلية بالدرجة الأولى موقع القيادة، ويتطلب الأمر مراجعة الإطار القانوني لتفعيل هذه السياسة. المغرب لا يتوفر الآن على قانون للودون، لا يتوفر الحق في المدينة غير لم يتبلور بعد في ذهنية الناس، فالجماعة المحلية مطالبة أن تبلور هذا الحق لأنه هو الذي يعطي للمدينة المدلول الموضوعي. المدينة ليست صناديق للنوم أو لمجرد السكن، المدينة هي فضاء للإنتاج والإبداع وانتشار الحضارة الإنسانية، هي المكان الذي يتم فيه الانسجام. الآن مدينة بحال الدار البيضاء ساكنة ضواحيها الاغلوميراسيون أكبر بكثير من ساكنة أحيائها، أحياؤها الموجودة في داخل الأسوار يسكنها الفقراء المعوزين، أين سنرحيل هؤلاء الناس من أجل أن نعيد النسيج داخل المدينة؟ إشكالية خطيرة، هذا الشيء لابد أن ننتبه إليه. فلذلك أظن بأن الآن فرصة وردت لي من أجل معالجة المشاكل الخطيرة. سمعت بأن بالفعل هناك إشكال وضعية القانونية الآن. المدينة القديمة ما هي؟ هي عبارة عن نسيج عقاري خاص للخواص، وهو يدخل في نطاق الملكية المشتركة المشاع التي من صنف الملكية بطبيعتها هي هشة، فهي للمكترين. ما هو هذا المكترين؟ كراء جماعي بنيت على أرضية عيانة وضعيفة من اعتبار تجهيزات عتيقة، فهذا كله تجديد ديالو سيتطلب ميزانيات باهظة، سيتطلب سياسات متعددة من أجل إعادة إدماج هذه المدن في أدوارها الحضارية الآن الذي يتحكم فيها بشكل أو بآخر ويستغل ضعفنا في هذا المجال هم الأجانب، لكي يدخلوا الآن مدن القديمة وتشريوا ديور للقوى كذا وتردوا قصور عن تستغل لما كرياضات وما يعني فنادق لميزون دوت إلى آخره. أما المغاربة مع الأسف فوقع الإهمال وعانوا من هذا الإهمال، وصل الوقت ليلتفت الجميع إلى هذا الموضوع لأن هذا وجهنا في المستقبل، هذا اندماجنا يتعلق بحضارتنا والمساج ديالنا الأجيال التي ستأتي. لذلك وصل الوقت أنه هذه الأيام التي تقوم بها الحركة التي تقوم بها وزارة الإسكان وسيادة المدينة في البرنامج ديال الحوار الوطني حولها
إيجابي جدا، لابد أن ينجح ولابد أن يتعدد ليشمل كل المدن. ما عندناش الآن دخلنا في العالم، دخل في أنماط أخرى من المدن. نعم سيدي، في أنماط أخرى. غادي نختم بأنه من الوقت اللي كنذكروا على سياسة المدينة يجب أن تكون لنا أنماط المدن التي نريدها. هناك مدن عتيقة. غادي نفصلوا في هذا الشيء الأستاذ. إن شاء الله مازال عندنا الوقت. طبعا منذ البداية يبدو الموضوع معقد بأبعاد مختلفة. احنا قلنا في البداية المدينة العتيقة كمدخل فقط، أما المدينة العتيقة لربما هي نفسها خصها حوار وطني براسه واسع. احنا في هذا المساء هذا طبعا ونستحضر جمهور الإذاعة اللي احنا كنتوجه له، يفترض أن جمهور واسع ومتنوع. وبالتالي أنا حينما اطلعت طبعا على هذه الأرضية اللي عدت الوزارة واللي قدم سي الوزير قبل أيام أمام اللجنة الداخلية بمجلس المستشارين، طبعا تبدو الكثافة من حيث المعطيات، من حيث الإشكالات اللي مطروحة، من حيث إلى غير ذلك. لكن كيف فكرت سيكون مفيد وحنا كنتوجه لجمهور الإذاعة أننا نبسطوا ما أمكن ولتسقوا بالواقع ما أمكن ونقربوا البرنامج في رؤيته العامة على الأقل في هذه اللحظة هذه دون ما نغرقوا في التفاصيل. طبعا هذا ما كي يعني شيء أن هذه القضايا مفروض شيء تناقش في مستويات أخرى وفي برامج أخرى. الأستاذ بن عبود. نعم سيدي. إذن نتقدموا شي شوية في النقاش. نعم. أنتم اشتغلتم على المدينة القديمة أو اشتغلتوا على تطوان ككل؟ لا، احنا اشتغلنا على المدينة العتيقة. نعم. لعدة أسباب. أولا تطوان فيها يعني أقسام كبيرة. أولا كاين الساحل التطواني اللي يعني وقع واحد الاهتمام كبير به مؤخرا وتحسن كثيرا. ثانيا كاين الاحياء الجديده اللي كيتعطوا لها الاغلبيه بالمقاولات وكذا، ما فيها مشكل. كاين المدينه الاسبانيه تم الحفاظ عليها، الاحياء الشعبيه الا المدينه العتيقه. يعني هذا الاهمال هو اللي خلق هذه المشاكل. بؤره المشاكل كاينه في المدينه العتيقه. الله يخليك، نركز على واحد القضيه. من جملة المداخلات اللي سمعت أنك المشكل هو الهجرة والسكان اللي ما كيعتنيو شي بالديور ديالهم. السكان ماشي هما السبب ديال المشاكل، هما ضحية ديال المشاكل. سبب المشاكل هي واحد الإدارة اللي ما عندهاش واحد الرؤية، واحد الكفاءة، وواحد حسن التدبير ديال المدينة العتيقة. أنا غنجيب لك أمثلة ملموسة على مدينة تطوان العتيقة. حنا قمنا بواحد الدراسة مع الأستاذ الجغرافية بالجي بي اس، حسينا 670 وغير رد بالك مع الإحصائية. نعم. المنازل في المدينة العتيقة من المنازل الأيلة للسقوط. شحال هو؟ من هذا 670 جبرنا كاين 80 ديال الخرب، 202 ديال المنازل أيلة للسقوط، 350 ديال المنازل اللي في وضعية مجرية، وإن شاء الله 22 اللي في وضعية مزيانة، وإن شاء الله 28 من مجموع 670 اللي وقع فيها واحد التدخل من طرف العمران. إذن المشكل هو عدم الاهتمام بالبنية التحتية. نجيب لك واحد المثال آخر، وهذا العمران ما كتدخلش لأن سوء تدبير، ماشي غير الفلوس، وغير متخصصة في التراث. يعني كخصي مؤسسة أخرى تتدخل، لا الوتيرة ديالها ثقيلة ولا كذا. ثانيا مثلا كاين واحد المشروع اميندس للتجديد في اطار هذا المشروع الجديد اللي دشنو جلاله الملك، جميع الشبكات منها الصرف الصحي ومنها الشبكات الماء التقليدي اللي كنسميوه حنا سكوندو الذي يمتد عبر جميع انحاء المدينه. جبرنا بان واحد يعني داكشي كاين واحد التلوث، الانابيب كلها مهرسه، هاد المياه اللي كد يعني كتبقى مكلوفة هي من الأسباب الرئيسية لانهيار المنازل. إذن هذاك السيد اللي كطيح له الدار وهو ما كيشوفش السبب، لأن تحت الأرض علاش نظرا للإهمال خلال واحد الخمسين سنة نصف قرن للإهمال. كاين عدة أسباب من هذه. منين كطيح الدار مثلا، كاين الجامعة الحضرية عندها ميزانية 50 مليون في السنة لدعم لتنظيف الخراب ودعم المنازل أي للسقوط، ما كيصرفوها شي، كل يعني قابله للتجديد ما كيصرفوها شي. مشكل في التدبير الاداري. اذا مشينا اذا مثلا يعني مثلا الشبكه البنيه التحتيه مهلوكه
وما يمكنش للمدينة تنتعش اقتصاديا إذا ما كانش التدخل للدولة في البنية التحتية. التجارة من جملة يعني مشكلة الباعة المتجولين كبير بزاف تطوان. شنو الحل البسيط؟ الحوانتي يدخل البضاعة ديالو للحانوت ويمنعو يعني الحوانتي يخرج البضاعة ديالو. كاين المشكل ديال السير هذا هو الاساس ديالو. اذا عندنا هذا المشكل هذا عاود كنرجعوا لسوء التدبير. التدخلات اللي دخلت انجح التدخلات هي الحكومه الاندلسيه في المدينه العتيقه. لماذا؟ لان الناس عندهم متخصصين. احنا حتى في الوزاره السكنه ما عندناش المتخصصين اللي كيتدخلوا ماشي اللي كيتكلموا كاين الحوار كذا، ولكن على مستوى التدخل لان التعقيدات الاداريه والعقليه الاداريه هي اللي كتخلق هذه المشاكل. ولما ما كتحلش المشاكل بشويه عبر الزمان كتوقع واحد الانفجار. نجيبكم امثله اخرى مثلا بعض المسائل يعني الحيويه. قلنا كاين المشكل المنازل الايله السقوط، ما كاينش واحد البرنامج اللي في الحجم يعني الخطوره. هذه مسائل الدوله. كاين مثلا الحفر، يعني مثلا الاغلبيه الازقه بالاسمنت في الوقت اللي كانت بالحجر التقليدي ديال البحر ولا الواد. يعني كاين هذه القضيه هذه دابا عاد كنحاولوا في اطار هذه المشاريع اللي انطلقت بعد الزياره الملكيه نحلوا يعني هذه المشاكل هذه. كاين مثلا شنو انا غنطرح سؤال، شنو يعني الميزانيه ديال الجامعه الحضريه في المدينه العتيقه خلال هذا العقد الاخير فيما لا شيء. شنو الميزانيه ديال وزاره السياحه للمدينه العتيقه تطوان في هذا العقد الاخير؟ لا شيء. لحد الان ما عندها حتى شي برنامج. كيفاش بغيتي البنيه التحتيه هاد السياحه كيفاش غادي تنتعش؟ مثلا الصناعه التقليديه ما كاينش الدعم من يعني الصانع التطواني داخل المدينه العتيقه. اذا ما فيش تجار مثلا يعني سياسه فوضى كبيره للباعة المتجولين. ما تقدرش تنزلج لك في الصباح 8 الصباح كتكون المدينه كتشعل والازقه فيها واحد 5 المترو في 6 العشيه. واحد الحوانتي كيحتل المترو منين ونص، اخر مترو ونص كيبقى جوج المترو في واحد الزنقه اللي فيها 5 المترو. الناس ما عندهمش فين يتحركوا. اذا كاين واحد الفوضى كبيره. يعني كاين مثلا مشاكل استاذ الامن، يعني مشكل الامن مطروح بحده. السواح كاين المسائل الاحتكار البازارات مثلا استاذ بن عبود. السواح كاين مشاكل الاداره. واضح التدبير الاداري والجهات اللي مسؤوله خصها تنظم الاداره ديالها. حتى لما كتبغي يعني تحرك واحد المجموعه ديال المشاريع ما كتستطعش توصل للمستوى ديال التنفيذ. اذا الاستاذ بن عبود طبعا طرح عدد من الجوانب اللي كتبان داخل المدينه العتيقه. انا اقترح اننا نتقدموا شي شويه في النقاش. لربما هذا المدخل عكس لنا جانب من جوانب الاختلال. بالنسبه للوثيقه اللي او الارضيه اللي قدمته، طبعا ضمن ما تطرح عدم استباق وتاطير الهجره القرويه. بتعبير اخر، هناك نمو حضري متسارع لمدن وسكان المدن كيف شار الأستاذ عمو كيتزايدوا بواحد السرعة دون ما تكون القدرة على مواكبة. ومن هنا كيجي هذا الخصاص اللي كينعكس في كل المستويات. احنا شفناه كيفاش منعكس في المدينة العتيقة. غناخذوه في جانب آخر اللي هو البناء العشوائي. هاد التجمعات العشوائية الحضرية العشوائية اللي كتمتد عبر اقتصاد غير مهيكل، معناها اقتصاد عشوائي، بل كتمتد للسياسة والثقافة والسلوك الاجتماعي. هو شار مثلا على مستوى المدينة العتيقة، شار مثلا المشكل الأمن، وهذا اليوم واحد الهاجس كيأرق قطاعات كبيرة من سكان المدن. إذن إلا انطلقنا من هذا المشكلة وهذه الإشكالية الكبيرة هذه على مستوى المقاربة، شنو كتستحضروا الأستاذ بن علي بالنسبة لوضع سياسة مدينة تجاوب على هذه القضايا الهيكلية؟ في البداية غادي نرجع لبعض النقاط اللي تكلموا عليها بعض الإخوان، لأنه نقاط جد مهمة قبل ما نجاوبكم. لابد أنه بنشير بالنسبة للتدخل ديال الأستاذ بن عبود على أنه المدن العتيقة على عكس ما كان تحظى بواحد الأهمية بالغة
في إطار البرامج والتدخلات ديال مختلف القطاعات الحكومية. فيمكن نشير بأنه مثلا في إطار البرامج والتدخلات نتاع وزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة عبر مجموع المدن العتيقة بالمملكة، هناك ما يناهز 100 مليون درهم التي تخصص للتدخلات سنويا. هذا بالإضافة إلى أن هناك تدخلات لقطاعات أخرى، لأننا نشارك نكون متدخلين في إطار برامج للتأهيل الحضري ورد الاعتبار للمدن العتيقة. فين كتمشي هاد 100 مليون بالضبط مثلا؟ المدن التدخلات ديال المدن العتيقة راه كتمشي لترميم الأسوار، كتمشي كذلك في بعض التدخلات اللي في الشبكات في العديد من المدن، في الشبكات ديال التطهير ولا في الشبكات ديال الماء صالح للشرب ولا في شبكة التبليط ديال الأزقة، وفي بعض الأحيان مشات كذلك في بعض الممرات التجارية المهمة اللي شهدت واحد العملية ديال التجديد الحضري، وكذلك هناك تدخلات اللي مشات للترميم في بعض المدن العتيقة. ولكن راه خصنا نعرفوا بأنه هذه المدن العتيقة الدور المهددة بالانهيار المدن العتيقة واللي كتبلغ 112,000 بناية من 144,000 اللي تم الإحصاء ديالها على الصعيد الوطني، 112,000 بناية على الصعيد على المدن العتيقة هي أملاك ديال الخواص أولا، وما تبقى هي أملاك ديال الخواص ما تبقى منها من 144,000 هي جاية بالبنايات في السكن غير القانوني، يعني المناطق غير القانونية اللي عرفت بني بدون ترخيص. نعم. وكما جاء في التدخل ديال الأستاذ عبد القادر كيوا بفعل التقادم وبفعل الإصلاحات الغير المرخص لها والعمليات ديال التعلية، وكان عارفوا بأنه في المدن العتيقة إذا قمنا بإصلاح فالإصلاح يمكن أن يشكل خطر على البناية المجاورة والبناية المجاورة، وبالتالي حتى إذا كانت عندنا البناية عندنا واحد العدد راه يمكن العدد يتضاعف في يوم واحد بفعل عملية تدخل واحدة. هذا الشيء اللي بغيت نقول في هذه النقطة الأولى، بأنه هناك تدخلات، هناك رؤية للتدخل على المدن العتيقة ككل، وهناك إجماع على مستوى جميع الأطراف في الحكومة على أنه اليوم خصنا إطار ديال التدخل، لأنه ما يمكنش أنه شر الأستاذ كعوة بأنه ما يمكنش وكالة أو كذا وكالة وطنية للمدن العتيقة، واش ناخذوا النموذج ديال الرادار ديال فاس ديال الوكالة ديال تخفيض ديال الكثافة ديال المدينة العتيقة ديال فاس، نشوفوا شنو هي النقاط الإيجابية ديالها النقاط السلبية في التدخل ديالها، ونحاولوا نوضعوا واحد الإطار عام وطني بشركات فرعية بالمدن العتيقة اللي يمكن لها الدخل في جميع الجوانب المدن العتيقة. ولكن هذا سوف يمكننا بالأساس بأنه نتوفر على الالتقائية في التدخلات، والتقائية في التدخلات هي جد مهمة، لأن المدن العتيقة تشهد بعض التدخلات ديال بعض القطاعات، ولكن ماشي بطريقة مندمجة وماشي في نفس التزامن للهاجس العامل الزمني، وهذا كيأثر على التدخلات. كذلك لابد نشير بأنه المدن العتيقة اليوم عندها واحد تصاميم ديال التهيئة وديال إنقاذ المدن، وهذا مجهود كبير بذلته الوزارة ديال السكنة والتعمير وسياسة المدينة باش أنه تغطي جميع هذه الأنسجة بهذه الوثائق، بالإضافة إلى مواثيق ديال الهندسة المعمارية لضمان الجودة ديال الواجهات المعمارية وللحفاظ على هذا التراث. هذه من بعض النقاط اللي كانت دخلوا فيها كوزارة ديال السكنة والتعمير وسياسة المدينة في المدن العتيقة، وكما قلت سابقا هناك إجماع داخل الحكومة وداخل مختلف المتدخلين في مختلف اللقاءات على أنه يجب اليوم أن نضع الإطار ديال التدخل، أن يكون الإطار القانوني جاهز. لما نتكلموا على الإطار القانوني حاليا من المسؤول عن الدول المهددة بالانهيار؟ أولا الملكين لأنهم مرتبطين بالصيانة، ثانيا هناك الجماعات المحلية، في الجماعات المحلية مود الميثاق ديال سنة 2000 والميثاق الجماعي ديال 2002 هما المسؤولين على ديال المراقبة ديال البنايات المهملة والمهجورة أو الأيل للسقوط، هما اللي كيتخذوا التدابير. ولكن إلا كان هذا الملك من حيث المداخل الكرائية يحصل على أمور بسيطة وزهيدة كيف شار ليه الأستاذ كعوة، معناه على المستوى الواقعي ما يمكنش يدخل وغنبقاو أمام المأزق. إذا هنا نعطيك مثلا إلا خدينا بطريقة بسيطة 112,000 بناية وضعنا لها واحد المبلغ، نعم مبلغ يمكن نقدروه في 50,000 60,000 80,000 100,000 درهم لكل بناية باش أنه هذه البنايات هذه نرجعوها صالحة للبناء، وقمنا ب 112,000 في 50,000 درهم ولا في 100,000 درهم وغنشوفوا الرقم. نعم رقم كبير، رقم كبير. نعم. كيفاش انه غادي نديروا نتغلبوا عليه، وهي ظاهره لديناميه يعني متطوره كما قلنا قبيلات، يمكن غير ندخلوا في واحد البنايه جوج البنايات المجاوره حتى ما يوقع لهم نفس الشيء، وبالتالي غادي ندخلوا في واحد المسلسل اللي ما كنضمنوش من الناحيه القانونيه كيفاش غادي نديروا فرغوا هاد الناس، فين غنرحلوهم مؤقتا في انتظار اصلاح هذه البنايه، شكون هو المتدخل الاول، واش الجماعه لانه الميثاق الجماعي كيعطي هذا الشيء، واش مثلا الولايه، واش كيفاش هذا الاطار غادي يكون. هذا هو اللي كان موضوع مشروع قانون
عدت الوزارة ديال السكنة والتعمير سياسة المدينة، وتمت موافاة المصالح ديال الأمن العام للحكومة في إطار الوزارة السابقة، وحاليا يتتم في هذا الأسبوعين اللي مضاو كنعاودوا الدراسة ديالو على أساس أنه يتبرمج ويتدرس ويتصادق عليه، لأنه هو البرنامج الوحيد اللي غادي يحدد لنا كذا. بالإضافة إلى هذه النقاط غادي يوضع واحد الصندوق خاص بتأهيل بناية الأيل للسقوط، وهذا هو الجديد اللي جاء به هذا القانون. يعني بالإضافة إلى المقتضيات التي تتعلق بالتمويل، ضمان إعادة إسكان قاطن البناية للسقوط قبل الترحيل ديالهم، إحداث لجان إقليمية للتدخل، كيفاش هذه اللجنة الإقليمية تشتغل، كانت فيه بعض التجارب، والصندوق ديال التمويل هو اللي مهم، النقلية بالتمويل مثلا كانت فيه التجربة هذه اللي كتعطي لهاد المكترين واحد المقادير مالية مقابل أنهم يغادروا هاد المساكن اللي هي مكترات مثلا هنا في الرباط. الى اي مدى هاد التجربه مشات؟ هاد التجربه على الصعيد الوطني هناك تضارب، لانه في بعض الحالات نجحات وفي بعض الحالات ما نجحاتش، لان بعض المكترين كيستافدوا من داك المبلغ ولكن كيبقاو محتلين، وكاين بعض الملاكين اللي كتعطيهم مساعده باش انهم هما يصلحوا البنايه ديالهم، ولكن كياخذوا المساعده كيبداو في الاشغال ما كتستمرش، كتكون عنده اشكاليه مع المكتري، ما كيقدرش انه يلقى له حلول مؤقته انه يسكنوا في مجال اخر باش انه يصلح البنايه، وبالتالي هذه العمليه كتكون صعبه. وبما ان العقارات خاصه ومتنوعه، رخص اطار قانوني واضح يمكن الدوله باش انها تدخل، لانه هذه منازل ديال الاغيار، ما يمكنش نجيو ندخلوا فيها وندخلوا ونبداو نخرجوا الناس، راه خص اطار قانوني وخص اليه تمويليه وخص اطار تقني ديال التنسيق وديال التوحيد ديال الرؤى. لا هو ملف اجتماعي شائك من ناحيه اخرى، اكيد، واليوم حتى لا توجد القانون، اكيد، واليوم كما قلت لكم قبيلات كاين اجماع على انه هذا القانون ديال الدور المهدده بالانهيار هو قانون استعجالي، وان شاء الله سوف تتم دراسته وان شاء الله استصداره في الاشهر القليله المقبله باش يمكننا من نكون عندنا رؤيه عمليتيه. قضينا ربما قربت ساعه في النقاش، دخلنا للمدخل ديال المدن، ولكن لقينا في المدن العتيقه، هذا كيبين طبعا استعصاء هذا الملف وغيره من الملفات. استاذ كعيوه يمكن تقدموا شويه؟ تفضل محبا. انا اشرت لهذه المساله، الاختلالات الكبرى، هذا التمدن الحضري طبعا اللي شرتوا له في الارضيه المتسارع، لكن اللي ما قدش تواكبوا السياسات العموميه. ولن لابد من الاشاره للنقطه جات في التدخل ديالكم قبل قليل، كتعلق بمساله الهجره نحو المدن كاحد العناصر ديال التمدين التسريع، وكيف يمكن ان في اطار سياسه المدينه ان يعني نعالج هذه الظاهره اللي هي ظاهره عاديه. نعم. انا استحضر هنا اولا مساله الرؤيه الشموليه لتطور التراب الوطني، فكتعلمون انه بلادنا ركمت واحد التجربه مهمه جدا خلال العقد الماضي فيما يتعلق بسياسه اعداد التراب الوطني، الحوار طبعا اللي دام سنتين، بعد الحوار الذي دام سنتين، وبعد الميثاق الذي صدر، وبعد المخطط الوطني لإعداد التراب اللي هو يعني لأول مرة منذ استقلال المغرب حصلنا على وثيقة من هذا المستوى العلمي، لأنه كان نتاج ديال الحوار وشراكة واسعة بين مختلف مكونات بلادنا، وكذلك أنه بعض المدن من ضمنها الدربي الرباط التي حاضت بوثائق خاصة في إطار هذه الرؤية الشمولية، أي دراسات فالدار البيضاء مثلا والرباط، نحن هذا الحوار الوطني حول إعداد التراب أبان على شيء جديد في بلادنا يجب أخذه في الاعتبار في مخططاتنا وفي رؤيانا، وهو هذا يعني التطور عندنا في وطننا اليوم، هذه المجالات أو الفضاءات الميتروبولية، بحيث أنه على مستوى في التوسع الحضري هي هذا الفضاء، نحن لدينا فضاء أوسط ما بين الدار البيضاء والرباط، له خصوصيات ولا بالضرورة يجب أن يتميز أو أن يحظى بمقاربة ومعالجة وتدخل خاص نظرا للقيمة وللقوة وللتأثير وللوظائف التي يقوم بها هذا الفضاء
بالنسبة لتطور المغرب ككل وعلاقات المغرب مع العالم في إطار العولمة والتنافسية إلى آخره. ثم لدينا المستويات الأخرى، هناك تفاوت بين المدن. تحدث السيد توفيق قبل قليل على الغنى، غنى بلادنا بالمقارنة مع دول أخرى وخاصة دول العربية من حيث الشبكة الحضرية الكثيفة. نحن تتوفر على شبكة حضرية كثيفة من يعني المدن الصغرى، مدن المتوسطة، ثم بعض الحواضر الكبرى التي لها دور ستقوم به. العدد يفوق 300 حسب اللي كاين في الوثيقة، حسب اللي كاين اللي هو كاين في الوثيقة. فلذلك اليوم الرهان الكبير، الرهان الأول في المغرب، هو رهان حضري. هو كيف نتعامل، كيف ماشي نتعامل فقط، كيف نطور ونوظف ونستغل هذه الثروة الحضرية، المدن والكثافة المدن وتعددها وتطورها ومواكبة التطور الطبيعي الذي تعرفه بلادنا، في اتجاه إعطاء حصانة قوية لترابنا وإعطاء قوة كبرى لتنافسية مدننا، لأنه مستقبل المغرب مرتبط بمدنه اليوم، كبرى متوسطة إلى آخره، مرتبط بمدنه اليوم. تشخيص ظاهرة الحضرية تقريبا معروف في خطوطه العامة، ما أشاره للزملاء قبل قليل حول، ولو أنه هناك بعض الأشياء التي يجب ربما يعني التخفيف منها أو التدقيق فيها. فبشكل شمولي هناك اختلالات معروفة واضحة، اختلالات اجتماعية واقتصادية، هناك توسع عمراني غير متحكم، غير متحكم فيه، هناك عشوائية، فيه عشوائية، كاين أسباب وعوامل، لا هذا الذي يجب الانكباب عليه طبعا. وكينتج بالتالي الفقر، كينتج العنف، كينتج يعني التطرف أحيانا، ينتج مدن أو على الأقل مجالات مدن غير قادرة على الإدماج الاجتماعي لساكنتها، بل تقصي ساكنتها. نحن يجب أن نواجهها. وإذا سمحتي لي، إذا سمحتي لي الدكتور كعيوة، قبل 20-30 سنة صورة المدن كانت تختلف، رغم أن مستوى التطور العام ديال البلاد ماشي هو اليوم. وفي الواقع أنه المغرب في السنوات 20 أو 25 الأخيرة تعرف تحولات كبيرة ومستويات تطور أيضا مهمة، وثم لكن على مستوى المجال الحضري فيه تراجع، فيه تراجع لأن المدن جلبت نسبة عالية من الساكنة. بالضبط هذا اللي بغينا نتكلموا فيه، جلبت نسبة عالية من الساكنة، كانت لذلك أسباب كثيرة. طبعا مراحل ديال الجفاف كانت من عوامل يعني الدفع بنسبة لا يستهان بها من السكان نحو المدن. 1980 ولا الثمانينات. ثانيا هناك ما تقدمه المدن من فرص نسبية، نعم، من يعني اطمئنان، حتى لا أتحدث عن 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 أحلام، عن طموح لدى الساكنة من أجل الحصول طبعا على ظروف لتحسين وضعيتها إلى آخره. كذلك لأن هاد مدننا عرفت استثمارات مهمة في بعض الجهات، لكن كذلك قدرة على الجد. هاد الهجرة، هاد التمدن المتسارع، المشكل فين كان؟ في السياسة العمومية ما استوعبتش هاد التحولات وقوتها، أو ما قدرتش تجاريها. نفتقد إلى الرؤية التكاملية. أنا أبدأت الحديث على إعداد التراب وعلى المخطط الوطني، وحاول المخطط الوطني لإعداد التراب أن يشمل هذه المعطيات وتحدث على كل الأبعاد، الأبعاد يعني التي يجب أن نستحضرها اليوم. فمغرب الألفية الثالثة هو مختلفون عن المغرب ديال الألفية ديال نهاية القرن العشرين إلى آخره. مغرب المدن 55% 2004 راه فاصل، أي مبقيناش أن النسب أكثر من نصف السكان هو في المدينة، ولكن أي مدينة. وركز هذه المخططات ركزت على غياب سياسة وطنية للمدينة. غياب، لا بد من سياسة وطنية للمدينة. سياسة المدينة وسياسة المدينة هي مسؤولية جماعية، ليست مسؤولية لقطاع واحد، كل القطاعات تتدخل في المدينة. بمعنى آخر، الإشكال الأول الذي يجب أن نحصل فيه
وندققه ونحدده، هو حكامة هذه المدينة، كيف تدار تدبر المدينة. خلي تسمح لي ننتقل عند الأستاذ عبد اللطيف عمو. أستاذ عمو، نعم سيدي. من حيث انتهى الأستاذ كعيوة، نعم، الحكامة. أريد فقط أن أشير في البداية إلى أنه الحديث عن المدينة لا يجب أن يجرنا إلى الرؤية التي تضع المدينة مقابل البادية. فالمغرب لن يتحول بأي وجه من وجوه إلى ساكنة حضرية 100%. المغرب في العتقت المغرب دور البادية وساكنة البادية في نمو البلاد رائد وإلى الآن. فهناك التزامات على البادية تقابل موازية لالتزامات على المدينة، والتطور والتفعيل يشمل المجالين معا من خلال منظور تكاملي تفاعلي بشكل قوي. فهذا فقط حتى لا يكون هناك لبس فيما يتعلق بهذا الموضوع. فيما يتعلق بالحكامة، الملحوظ الآن على أن مجالنا الحضاري كما وصفناه سابقا يتجلى فيه على أن هناك تراجع فاعل الاندماج داخل المدن، وهذا واقع إلى درجة أننا نشعر في كثير من الأحيان أن هناك ظاهرة العنف الحضاري تتكون في المغرب بشكل خطير. ما نشاهده الآن في الملاعب الرياضية، وما نشاهده الآن على المستوى العام في الطوبيسات في كذا كذا، هذه مؤشرات لوجود إخلال حضاري لابد أن ينبهنا إلى اتخاذ ما يجب اتخاذه في الوقت المناسب. المسألة الثانية، هناك تدخلات رسمية أو ديال الدولة بما فيها الصلاح السلطات الجماعية تنحصر في المطاردات وليس فيها ليس وراءها أي مقاربة بيداغوجية أو تربوية لمحاصرة الإخلالات حتى لا يتم يعني الشق في المجال الاندماجي. المسألة الثالثة، في نظري هناك إخلال بمفهوم الملك العمومي إلى درجة الاتجار، مقاربة الاتجار فيه يجب أن تتوقف، وأن يكون هذا الملك العمومي جزءا أساسيا في إعادة تنظيم المدينة بتجارتها بحلقاتها بلقاءاتها بفضاءاتها. فالآن وضع ديال التجارة في المدن العتيقة بالخصوص وفي الأسواق العتيقة يؤرق ويستدعي التدخل. مسألة أخرى، يمكن لابد من يعني قبول تمكين المواطن في المجال الحضري أن يستشعر بأنه يعيش في المجال الحضري، أن يكون له يكون عنده بلاس في يكون له مكان في المجال الحضري. بمعنى آخر أن لا يستشعر بأنه مقصي في الحدائق العمومية، أن تتواجد أولا في الأماكن العمومية، في الحق في الحوار، في الحق في التعبير بجميع أشكال التعبير خصوصا لما تكون طابع فني إلى آخره. من جهة أخرى، الجانب المتعلق بالاختلالات التي تصيب المرفأ الخدمات العمومية وتظل بدا مدرسة فيما يتعلق بتوزيع الماء والكهرباء إلى آخره، وفي تدبير عدد كبير من الأشياء. إحنا الآن وصلنا إلى درجة مسألة النقل العمومي من صميم حلقة كبيرة في المجال الحضاري الذي فشلنا فيه، المغرب فشل في هذا، والآن بدأ بشكل متعطير وما زال بعيدا إلى نقرنا الظل بدا من كأكبر مدينة في المغرب مع مدن أخرى اللي تنزورها على مرة تنشوف الفرق الشاسع. إذن هذا المرفق العمومي يجب كذلك الإسراع إلى إضعاء إشكالية داخل حلقة المدينة. فجانب آخر وهو الإحاطة بالشعور بالإقصاء السائد لدى الشباب بالخصوص، يعني هذا من مهام سياسة المدينة، بالذات من مهام سياسة المدينة أن يكون هناك برنامج لمحاربة الإقصاء. تبقى فيما يتعلق في دائما في إطار الحكمة، وهذا ما نتمناه في من هذا الميثاق الذي نسعى إلى بلورته من خلال الحوار الوطني حول سياسة المدينة، أن نرقي بمفهوم الملكية العمومية في ثقافتنا، لنسترجعها لأنه كانت قديمة وكانت عتيقة وقوية، فقدناها الشعور بفقدانها. لا بروبريتي كوليكتيف عند المغاربة كانت قوية، لذلك فيها السخاء، فيها الرحمة، فيها التعاون، فيها كذا، وما بالك من تنازل وكذا. شيء بدأ الآن، قلت شبري للعنف الحضاري، هذا شيء يخلي. نعم سيدي، طبعا شرتي مثلا مسألة الملك العمومي، نعم،
ضعف الجانب الثقافي والتربوي والاجتماعي والساحات الخضراء، المرفق العمومي بالاختلالات، كل هذا الإقصاء طبعا، التجاوز هذا الوضع طبعا على مستوى الحكامة، النظام الحالي الحكامة المدن كيف كتشوفوا؟ كنشوفوا بأنه يجب أن تكون هناك خطة لتقوية عوامل الاندماج داخل المجال الحضري، من منطلقه هو التربية. نطرح السؤال، هل التربية تخص وزارة التربية الوطنية بوحدها، وما هو دور المدرس في المدرسة، وكيف هل له دور في التربوي والتلقين ونقل المعرفة، أم له مهام وظائف أخرى؟ ما هو دور الجماعة المحلية؟ ما هو دور الأستاذ خارج القسم؟ ما هو دور الآباء؟ ما هو دور المجال الحضاري؟ هاد الانكماش وهاد بين قوسين لا استطيع ان اقول الفوضى، ولكن الاخلالات الكثيره في مجالنا الحاضره ادت الى تجفيف قدراتنا الابداعيه، ادت الى تاخرنا ربما حتى في المشاركه بالفكر، لانه وما بالك في المستويات الاخرى ذات يعني المتعلقه بالحقول الفنيه والجناس الادبيه الاخرى، اللي هناك نوع من التراجع. لا يمكن ان نضع هذا كله على حساب اشكاليه سياسيه او على حساب صراعات سياسيه او على يعني اخلال في الحكمة السياسيه. هناك اشكاليه ذات يعني اجتماعيه في عمقها، لابد لان العمليات التي تقوم بها على المستوى السياسي كلها تبقى عرضية أفقية، ليس هناك تحول اجتماعي. والمبدأ هو المدينة، لأنها هي قوة الحضارية، هي قوة دافعة للمجتمع نحو القرار السياسي السليم، نحو التحكم، نحو بناء الديمقراطية في حد ذاته. يمكن لا تصور الديمقراطية في مجال حضاري غير مندمج وغير غير غير متوازن. إذن في مقدمة الحكمة دور التربية في هذا المجال. بدنا نطرح السؤال، التربية داخل المدن وداخل الجماعات المحلية بشكل جماعي وبشكل قوي، دور المجتمع المدني هو قيادي ورائد في هذه المسألة، يجب أن يتحمل مسؤوليته على قيد جمعيات الآباء وغيرها. كذلك الجانب المتعلق بالتنمية، المجال الثقافي لإعطاء الثقافة المكانة الصدارة في السياسات العمومية، لا فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الوطني، لكن على المستوى المحلي. هناك جماعات حضارية اللي تتغيب فيها المقاربة الثقافية على الإطلاق على الإطلاق، وهذا شيء لا يمكن أن يساعد على التغلب على الإخلالات التي أصابت المجال الحضاري. نفس الشيء بالنسبة للتنمية الرياضية بمفهومها الشامل، الرياضية ليست هي معسكر للتنافس بالعنف ومعسكر للرشوة وشراء المباراة إلى آخره، هذا بعيد عن الرياضة. الرياضة تربية في حد ذاتها، الرياضة هو التهذيب، هي الانسجام الكلي داخل الفضاء المتنافس لتقوية التنافس نحو الرياضة، هو تقوية قدرات النقدية لدى البشر، الرياضة هو إعطاء العقل قدرات ديالو للتحكم في المجال الثقافي والسياسي وغير. هذه أدوار في باب الحكمة كلها تدخل في إطار سياسة المدينة. أخيرا أظن بأن لا يمكن أن ننجح في سياسة المدينة إلى ما رديناش المجال الحضري قادر على تلبية رغباته المالية، رغباته المادية، أن يكون منتجا. مجال حضاري لابد أن يكون منتجا قادر على تمويل الذاتي لحاجياته في الثقافة، في الرياضة، في التعليم، في الانسجام بشكل كلي. لا يمكن أن المجال سننتقل لهذا المحور في هذا المجال لابد أن نستحضر موقع دور سياسة المدينة في نظامنا الجهوي، وربما هذا يمكن يكون مجال لحوار خاص لأنه فيه كلام كثير وفيه كذا، لأن الجهة الآن التي ننتظرها إذا كانت هناك قيمة إضافية ستضيفها إلى ما كنا نحن فيه في المجال الجهوي، فأظن أنها هي بالذات إخراجنا من هذا. دائما تأتي لي كلمة الفوضى ما تقدرش نقولها، ولكن الإخلالات التي نعيشها في حياتنا داخل المدن، وهذا يتسرب إلى البادية، وهذا هو المؤسف. باديتنا اليوم ليست في، لا أحد يفكر في كيفية توفير الحاجيات الضرورية. احنا دخلنا الماء ودوسنا البوادي والطرق، ولكن يعني هذا موضوع سيأخذه كذا إلى آخره. أنا غادي نأخذ من عندك طبعا ما أشرت إليه من ضرورة جديد السياسة العمومية وإعطائها طبعا المحتوى الحضري اللازم في أبعاده الثقافية والتربوية والاجتماعية، لكن اربطيه بواحد المسألة مهمة،
هي كيف سنمول اقتصادي كل هذه السياسة العمومية. طبعا هو أن تكون السياسة لمدن منتجة اقتصادية يعني. نعم على المستوى الاقتصادي. الأرضية طبعا هي ضمن ما طرحت مسألة أنها تسجل وظائف غير واضحة للمدن، لربما إن تستحضر فيها هنا الجانب الاقتصادي. قبل ما نعطي الكلمة للأستاذ بن علي غنتقل لتطوان عند الأستاذ بن عبود. أستاذ بن عبود. نعم سيدي. الأستاذ أشار طبعا لهذا الجديد في السياسة العمومية وتكلم على دور للمجتمع المدني. نعم. الرياضة في الثقافة في التربية. نعم تفضل. الدور للمجتمع المدني هو انتقاد والتوجيه للإدارة العمومية، لأن الخلل في الإدارة العمومية، يعني هذه الإدارة اللي ما قامتش بالواجب ديالها خلال نصف قرن خصها تغير العقلية ديالها وتعترف بالعجز ديالها باش عاد يمكننا نأملوا في واحد الانطلاقة جديدة. هي سبب أنا غادي نجيب لك واحد المثال. فما يمكنناش بأي حال من الأحوال نعتبر أن السكان هما السبب في تدهور المدن، بينما هما ضحية الغياب دو واحد السياسة اللي كتعتبر التراث دي المدن العتيقة من ضمن الأولويات في جميع أنحاء المغرب. غنجيب لك واحد مثال في تطوان. يعني دي سوء التدبير أنه هو السبب، ولما كيكون سوء التدبير كيوقع واحد التراكم، حتى كتوقع واحد الفضيحة بحال الدرب البيضاء ولا المسجد اللي طاح في مكناس ولا المسجد اللي طاح في تطوان ولكن ما كانوش الناس كيصليو. عاد كنبداو كنعملوا الحملات باش نبرروا الموقف ديالنا السلبي. خصنا يعني هذاك الموقف يتحول للعمل. انا غنجيب لك واحد المثال. عندنا في تطوان واحد المقبره تاريخيه عندها 500 سنه، المقبره الاسلاميه بمدينه تطوان، زياده على المقابر الاحياء وهي 20. هذه المقبره فيها الاضرحه ديال المجاهدين، فيها هذه الاضرحه الهندسه المعماريه ديالهم بحال الهندسه المعماريه القصر الحمراء في غرناطه، لان اللي بنوها في العاده بني ناصر. هذه المقبره فيها يعني العلماء هذيك تطوان كاملين مدفونين تماك والشخصيات. فوصلت لواحد الحاله يرثى لها، ففي الجمعيه تطوان اسمر قلنا غادي نتدخلوا. هذه عامين واحد التجربه فريده جدا، قلنا بان احنا غادي نجنبوا الاخطاء الاداره، لان هذه عامين او اكثر وكاله الشمال علنت على ترميم المقابر للمجاهدين وفشل ديك المشروع. احنا لما تدخلنا جاو عندنا من البلديه التقنيين البلديه، وبعض مرات المهندسين والتقنيين اللي ماشي متخصصين في التراث هما السبب في المشاكل. سالني هذاك التقني قال لي اش كتعملوا هنا؟ قلت له كنعدلوا الممرات. قال لي علاش؟ قلت له لان الطرح ديالنا هذه المقبره الاسلاميه ماشي خصنا نبنيو السور، وحنا ما عندناش حتى الحراسه والامن، خصنا نتدخلوا نصلحوا ديك الممرات باش نخلقوا الحركه بين اربعه او خمسه د الاحياء اللي جات المقبره في وسطها. جيت انا قلت له انتم علاش ما كتعدلوش هاد الطرق؟ هذا الشغل ديالكم. قال لي وحنايا ما هذا الطريقه اللي كتعدلوها انتم احنا ما يمكنناش نخدموها. قلت له علاش؟ يعني اعاده استعمال المواد المتخلعه عنها، ديك البلوك اللي سيبته انتم احنا جبناه واستعملناه عطى واحد النتيجه. قال لي لا احنا ما يمكنناش نخدمو اذا ما كانش واحد التحليل ديال التربه. قلت له علاش غتحمل تحليل التربه وانت كتعرف ان هذه التربه كتشوف في الماء؟ اذا هبط صافي هالمشكل. وهذه المقبره معمره. قال لي خصنا واحد الدراسه توبوغرافيه. قلت له اش غنعملوا بدراسه توبوغرافيه والمقبره معمره كامله والنص ديال الممرات من بني فيهم المقابر، النص الثاني غادي حنا نصلحوه باش ما يزيدوش يعمروا بالقبور، اش غنعملوا بدراسه توبوغرافيه؟ قلت له من بعد خصكم واحد المهندس. قال لي قلت له اللي كيدي 6-11% ديال المشروع. قال لي قلت له على داك الشيء كيضخم ديك المبالغ. قال لي على داك الشيء هذاك السؤال اللي طرحتي يعني واجه جدا. قلت ديك الفلوس فين كيمشيو؟ عاود قلت له من بعد خص واحد الاعلان على ديك لابيل دوفر باش كيجي المقاول. قال لي قلت له حين نتوما تكملوا هذا الشيء والمقاول حين كتعطيه الصفقه يمكن يتخلى عليها، واذا ما كانوا شي ثلاثه كخصو واحد الاربعه شهور اخرى. قلت له حين تكملوا الاجراءات ديالكم حنا غنكونوا كملنا الشغل ديالنا، لان حنا ما يمكنناش نشوفوا الاطنان الازبال في المقبره الاسلاميه، ما يمكنناش نشوفوا ان الامن كاين هنا، العمال ديالنا كيخافوا يخدموا هنايا، ما يمكنناش نشوفوا بان الناس كيطيحوا وكيوسخوا الحوايج ديالهم في الغيس، لان ما كاينش ابسط التدخل في هذا. اذا حنا بالنسبه لنا خصنا نخلقوا واحد الحركيه عن طريق بناء الممرات، واحد الشبكه الممرات، وهذاك الشيء اللي كان. نعم.
يعني علنوا هذه عامين رسميا في التلفزيون على الإصلاح للمقابر المجاهدين، الميزانية واحد 500 مليون، لحد الآن ديك المشروع ما مشاشي لأن الإدارة ما كتمشاش. حنا يا بواحد المبلغ بسيط 50 مليون اللي أعطتنا الجماعة الحضرية، وحنا جمعنا نفس المبلغ من المحسنين، استطعنا في عامين نبنيو 6 كيلومترات للممرات. يعني استعملنا المواد اللي كيسيبوها البلوك اللي كيعمل 3.5 درهم اللي كيخرجوا من المدينه، احنا كنجيبو نصلحو به. لما انتمنا استعملنا الحجار اللي في الجبل، منا كننظفوا الجبل من الحجار وكنحافظوا على البيئه وكنستعملوه بحال كيف كيعملوا في الباديه، وبنينا 3 كيلومترات هكذا د الممرات في المدينه، خلقنا واحد الحركيه. نعم. يعني اذا معناه ان بالترميم الضريح المؤسس للمدينه و16 المقابر المجاهدين رممناهم، يعني بواحد الميزانيه بسيطه. دكتور بن عبود، العمال هما اللي كيقوموا بهذا الشيء. طبعا معنى هذا كيبين معناه انه المجتمع المدني عنده دور، وفي احيان معينه طبعا كيكون متخلص هو من مساطر الاداريه او غيرها، وبالتالي يكون منتج اكثر. نعم. اكد عليها انا زياده على انني الرئيس المنتدب لجمعيه ستون اسمير، انا استاذ في الجامعه كنقرا. نعم. التاريخ الاندلسي هذه 34 سنه، انا متخصص في التاريخ الاندلسي في عصر الطوائف، وكان عندي واحد الماستر دي تدبير التراث، والطلبه ديالي درسوا ديك المقبره مزيان. اذا حنا كان عندنا واحد الطرح جديد، ولكن هذا الطرح جديد بدل ما يتعاونوا معنا الجماعة الحضرية ويقولوا احنا بواحد ميزانية بسيطة، وكنتعاملوا مع السكان مع الجمعية الأحياء وكنحلوا لهم المشاكل ديالهم. المشكل ديال الإداريين هما أنهم كيخدموا داخل يعني الحيوط ديال البيروات ديالهم، ما كيخرجوش يشوفوا، وفهمتي هذا هو المشكل، ما عندهمش واحد العلاقة مع السكان. وفي بعض التدخلات اليوم كنشوفوا أن لومات السكان، بينما السكان هما الدولة. نعم. ما كتدخل في دكتور بن عبود، نقول لك واحد الوقت بقات لنا رجاء كبير مسمي ماريانو بيرتوتشي، كان هو مكلف بالحفاظ على التراث يعني المدن العتيقه في تطوان في الشاون وفي الشمال، وكانت القوانين متطوره اكثر من القوانين اللي كاينه دابا في المغرب بعد 50 سنه ديال الاستقلال. خصنا نتكلموا بالصراحه دكتور بن عبود، بقات لنا حوالي 9 دقائق باش نقضوا التراث ديالنا في المدن العتيقه. التراث يكون أولوية ونستعمله باش يعني يحرك الاقتصاد المدن، وخصنا دائما الهدف الأولي يكون اجتماعي. نعم. إذا تبقت لنا أقل من 9 ديال الدقيق، نتمنى نسرعوا الإيقاع النقاش. الأستاذ توفيق بن علي، هذه المسألة اللي تكلم عليها الأستاذ أعمو جديد في السياسة العمومية، لكن في المقابل طرح أن المدن تكون قادرة تمول تنميتها. كيف استحضرتوا أنتم هذه المسألة ضمن الرؤية العامة اللي أنتم طرحين؟ في البداية لابد أنه كان حيسي بن عبود على الروح. نعم. ديالو طبعا المناضلة التي يبديها كالحماس الجمعية وكمجتمع مدني، وكنتمنوا بين المجتمع المدني يكون في نفس المستوى ديال سي بن عبود، وانه يدافع على المصالح العامة ويشتغل بالملموس، وان شاء الله انه يشتغل مع المهنيين ومع الفرقاء باش تكون الرؤية ديالنا جميعا رؤية موحدة. قال الاداريين سادين عليهم وسط الحيوط. كنظن بانه سياسه المدينه كما غادي لفت التدخل ديالي فيها جوج المستويات اساسيه. نعم. فيها واحد المستوى الاولاني وهو المستوى الاستراتيجي، وهذا المستوى الاستراتيجي دخل فيه شي شويه سي كيعوا قبيلات فاش قالوا ودي خصنا نكون نعرفوا شنو بغينا نديروا بالشبكه الحضريه ديالنا، واش غنستمروا في التسحل في الدائره في لا ليتوراليزاسيون. نعم. واش غنستمروا بان المدن الكبيره غادي نزيدوا نخليوها تكبر ونعرفوا شنو الابعاد ديالها وشنو الانعكاسات ديالها، والمدن المتوسطه والمدن والمراكز الصعيده شنو هو المتطلبات ديالها باش انها تكون هي واحد العمليه ولا هي واحد الحلقه وسيطه في المسلسل ديال الهجره القرويه. الهجره القرويه مسلسل من الصعب التحكم فيه، لانه كنعرفوا بانه الدول المتقدمه حاليا عندها النسبه ديال التمدن تفوق 75%، كانت النسبه في سنه 2000. لما ناخذوا انجلترا مثلا، النسبه ديال السكنه الحضريه 90%، والنسبه ديال الاقتصاد 89% ديال الاقتصاد متواجد بالمدن، وهو نفس الشيء بالنسبه لجميع الدول المتطوره. حنا اليوم كنمشيو حتى المستوى ديال 75% في 20 سنه في 15 20 سنه المقبله. كيفاش غادي ندخلوا؟ ولكن فيه اختلال شارلو الاستاذ عمو، الباديه مازال من الناحيه الاقتصاديه
أكيد ملي غتكون عندنا 15% ديال الساكنة في العالم القروي وغادي يكونوا البرامج الطموحة ديال التجميع ديال لاغريغاسيون ديال لو غومونبرومون غادي تكون البادية أكثر إنتاجية، غادي نكونوا أكثر إنتاجية على المستوى ديال العالم القروي مما نحن عليه الآن. نعم، لأنه الآن كنعرفوا بأن الاستغلاليات مجهرية، بأنه ما كاينش تجميع، بأنه كاين العديد ديال الاختلالات اللي كتعاني منها البادية، وبالتالي البادية أصبحت الإنتاجية ديالها ضعيفة. كنرجع لسياسة المدينة، إذن كان المستوى الأول هو التدخل على الشبكة الحضرية. النقطة الثانية هو بأنه خصنا نحدو واحد الإطار هذا المستوى الاستراتيجي. سياسة المدينة شنو هي بالضبط؟ المدينة نعرفوا المفهوم ديالها، نعرفوا شنو هو الإطار اللي غنشتغلوا فيه، ونحدو بدقة المسؤوليات، شنو هو المسؤولية ديال الدولة، شنو هي المسؤولية ديال الجماعات الترابية، ديال القطاع الخاص وديال المجتمع المدني، ونحدو كذلك الآليات ديال التدخل. لابد كذلك أنه نراجعوا السياسة ديال الإسكان وليس السكن، لابيتا نون لو لوجمون، لان ملي كنتكلموا على الإسكان ولا كنتكلموا على لابيتا فهو مفهوم شمولي، ماشي فقط البنايه الداخليه ولكن هو الفضاء المحيط، الفضاء ديال العيش الكريم. كذلك لابد انه اليوم اصبح علينا لزام اننا نراجعوا القوانين اللي كتنظم التعمير، لان القوانين اللي كتنظم التعمير ابانت على المحدوديه ديالها، رغم انه اعطات نتائج ايجابيه في العديد ديال المجالات ولكن ابانت على المحدوديه ديالها. فهذه النقطه هذه ما يمكنش التعمير اللي هو كيخلق الثروه، المنعشين العقاريين المجزئين كيربحوا الفلوس وكيربحوا امكانيات وكيربحوا موارد مهمه، ولكن في المقابل كنوجدوا بان الجوده والفضاءات ديال المدن ديالنا متدهوره، وبان الدوله لا تربح ولكن المنعش يربح. حنا بغينا واحد التوازن باش انه الكل عنها شنو غلبت منطق اقتصاد السوق وتغول الى حد ما بالفعل القطاع الخاص اللي كيهمو يربح دون ما موجوده بالفعل هذه الظاهره. والغرض اليوم هو بانه تكون عندنا الاليات ديال بانه التعمير، الفتح ديال المناطق للتعمير يمول تدبير المدن، يمول تسيير المدن، يمول الاستصلاح الاوضاع بالمدن، وكذلك يطور القواعد الاقتصاديه ديال المدن. هذه النقطه الثالثه. النقطه الرابعه، وثائق كنقول التعمير، وتكلم الاستاذ عمر مقبل على التعمير، اكيد وثائق التعمير واخا تتواجد الوثائق ولكن في غياب السياسه العقاريه المواكبه، لانه ما عندناش سياسه عقاريه مواكبه، العقار لا نتحكم فيه، والعقار الحضاري ما عندناش السبل والاليات ديال التهيئه او ديال التعبئه ديالو بطريقه اللي كتمشى مع النمو العمراني، وبالتالي كنوليو كنتمشاو بالفرص العقاريه لي زوبورتونيتي فونسيال، وفين ما كان شي عقار عمومي نتجه اليه، وكنوجهوا التعمير في اتجاه اللي يمكن يكون عكسي واللي يمكن يكون مكلف من ناحيه ديال التجهيزات. وكذلك لابد من الاشاره كذلك بانه بالموازات مع هادشي على المستوى الاستراتيجي، ولا بد انه العنصر البشري، ان العنصر البشري نعطيه واحد الاهتمام بالغ. استاذ بن علي تبقى ربع دقائق بعجاله، ان بدت لك خلاصه بعجاله. هذا على المستوى الاستراتيجي، تدخل على الشبكه الحضريه، تدخل على المستوى القانوني والتاثير ديال سياسه المدينه، كذلك التدخل في الاطار ديال الاسكان، اعاده المنظومه ديال الاسكان والورش ديال الاسكان، المنظومه التعميريه، وكذلك باش انه نوضعوا الموارد البشريه والتكوين والتكوينات الملائمه لسياسه المدينه في قلب اهتمام مختلف المتدخلين. شكرا جزيلا الأستاذ توفيق بن علي. الأستاذ عبد اللطيف عمو، في حوالي دقيقة إن بدت لك خلاصات تفضل. الخلاصات لابد أن نثير إلى أن الانتباه إلى أن مشروع سياسة المدينة يدخل في إطار مشروع أكبر، وهو تحديث واستدراك الإخلال الذي يعرفه المجال على الصعيد الوطني. هناك آلية جديدة، أولا تبها الدستور في مقدمتها الجهوية الموسعة، الجهة هي التي سيكون لها دور تحديد يعني تفعيل تنمية المجال الجهوي بشكل متكامل إذا كانت تتوفر على مخطط وعلى رؤية مندمج، هذا شرط. المسألة الثانية أن الدستور تعطي السلطات التنظيمية للجماعات الترابية، هذه أول مرة بنص دستوري، وبالتالي سيكون قضية دور الجماعات المحلية في اتخاذ القرارات وتنفيذها سيصبح بحكم الدستور الآن وجد حلا ملائما يجب تفعيله لا تطويق عليه وتحديده. المسألة الثانية فيتعلق بضرورة أستاذ عمو. نعم. الوقت كيضغط علينا. فقط أشير إلى أن هناك مخططات تنمية لابد من تفعيلها من طرف الجماعات المحلية في الاتجاه بتعاون مع الشركاء ديالها بالخصوص مرافق الدولة العامة، وفي منظور رؤية واضحة
تنظر إلى تحقيق الحاجيات الملحة المستعجلة التي لها ارتباط بمفهوم التنمية المستدامة والمتطورة في جدلية تقييم وتتمين التراث جزيلاً. بالنسبة لمختلف التراب المملكة. شكرا. نعم دكتور محمد بن عبود في دقيقة. نعم مسائل. أولا أن المدينة العتيقة تطوان هي في واحد الإطار، في واحد الإطار دو واحد الاقتصاد، واحد الاقتصاد اللي كتسيطر عليه أولا التهريب، كاين أكثر من 30,000 المهربين اللي كيدخلوا لسبتة يوميا، إذا فلوس ديال التهريب وهي الدولة ما كتستافدش منها. ثانيا الفلوس المخدرات، حنا في المنطقة الريفية ما بين ثلاثة المناطق في العالم، هذه هي اللي كتحكم. هذا الجوج العناصر كيؤديو إلى تبييض الأموال، تبييض الأموال كيؤدي إلى الرشوة والفساد الإداري. هذا هو الإطار العام اللي كتوجد في المدينة العتيقة. وبالتالي الإدارة المحلية اللي مسؤولة رمز يعني نظريا وهي جامعة الحضرية حاجة على تدبير المدينة، وهذا كينطبق على مثلا عندنا مشكلة المحافظة، يعني مثلا تعرضات تعسفية بكثرة. إذا ما يمكنش أن واحد الاقتصاد يتحسن بواحد الطريقة طبيعية اللي غادي تستفيد منه الدولة. بالنسبة للبرنامج كاين واحد التجربة فريدة في تطوان تحت الرئاسة الدولية وبتنسق مع المجتمع المدني، عنده واحد المكانة مهمة وبحضور جميع يعني ممثلين الإدارة المحلية. كاين واحد المشروع اللي انطلق وكاين لجان من الضمان، كاين لجنه الاولويات، كاين لجنه. نتمنى نرجعوا لهذا المشروع اخره وهذا المسائل ماشيه، وعلى داك الشيء اطار هذه اللجنه نعيد باننا غادي نرجعوا لهذا المدينه تطوان ونخصوا لها حلقه خاصه. دكتور محمد بن عبود نعم نعيد باننا غادي في هذا البرنامج نعود نعم. لمدينه تطوان ونخصوا لها حلقه خاصه الحديث. نعم شكرا. كنشكر الجميع اللي شاركوا في هذا البرنامج. شكرا استاذ عبد القادر كعوا، في حوالي دقيقه ان بدت لك خلاصه تفضل. أظن لأن يجب القول بأن اليوم بالنسبة لبلادنا هناك تحدي كبير يلزم أن نواجهه بالحكمة المطلوبة، وأظن أن نسير في الطريق السليم. هذا التحدي هو إنجاح تعمير في بلادنا وتحضر في بلادنا، نظرا لكون المجتمع أصبح مجتمعا ويسير في اتجاه المجتمع المدني. المدينة هي فضاء للإدماج وليس للإقصاء، وأنا أؤكد كثيرا على ما قاله السيد عموت قبل قليل على قضية الثقافة الكولتور، اللي هي فعلا يجب أن تصبح أحد الأسس الكبرى للتدخل في المدينة. الثقافة نظرا لما تقوم به وتوفره من إمكانيات للإدماج، أتحدث عن الإدماج الاجتماعي. فنجاح مدينة هو يقاس بقدرة هذه المدينة على إدماج ساكنتها الانتجراسيون سوسيال. ثم نقطة ثانية أساسية وبها سأختم، أعتقد أن الأخ بن علي أعطى مجموعة من النقط اللي هي استراتيجية حاسمة. أريد فقط أن أركز على شيء، لدينا من المؤهلات ما يكفي لكي ننهض بمدننا إذا نجحنا في شيء مهم، وهو تنظيم تدخلاتنا وتدبيرنا في المدينة، أي تحسين حكامة مدننا. شكرا جزيلا الأستاذ عبد القادر كعواء المفتش الجهوي لوزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة بالدار البيضاء الكبرى. شكرا جزيلا الأستاذ توفيق بن علي مدير التعمير بوزارة السكنة والتعمير وسياسة المدينة. شكرا جزيلا الأستاذ عبد اللطيف عمو رئيس الجماعة الحضرية لتيزنيت اللي كنتي معنا مباشرة من استديوهاتنا في أكادير، وشكرا جزيلا للدكتور محمد بن عبود الرئيس المنتدب لجمعية تطاون أسمير. لم يبقى لي إلا أن أتوجه بالشكر للفريق الذي أشرف على تسجيل هذه الحلقة، من أكادير عبد الحميد ساجيد، هنا في استوديو 5 الحسين الخرمودي، مع تحيات صافي الناصري والمكيرو دياس الذي أخرج الحلقة. إلى اللقاء.